مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم مساحة. اليوم نسرين بن علي ابنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي تكشف معلومات على مغني الراب كادوريم والمساعدات اللي قاعد يقوم بها في تونس، كيما تعرفوا معناها فتاة سماحة اللي تعدات في برنامج حق الأربعة، وكيفاش كادوريم وعدها مش يعاونها ويوقف بجنب عمل إنساني كبير ياسر. لكن اليوم ابنة الرئيس بن علي نسرين بن علي قالت اللي معناها اللي يقوم بها معناها كادوريم مجرد مسرحية وتلميع صورته قدام التوانسة وعنده غايات معينة وبرشة تهجم على كادوريم. وقال قالوا الثنية اللي يمشي فيها كادوريم تو نفس اللي عملها نبيل القروي، ارباح قلوب الزواولة ويمشي للرياف وفي الاخر عمل حزب وحاب يدخل الانتخابات الرئاسية. احنا كادوريم بالرسمي يعمل في خدمة بها يعاون في العباد المستحقة، ان شاء الله ما يطلعش كيما نبيل القروي وربي قدم خير.